على البروجرام ومن الناس حد امتحن يا ولاد من الاربع للاطفال بس هو العيان ما عندوش نفس في الميدان ولا قصير ولا سنان لط الدروس ولا اكيد قبله يعني عم عندوش حاجة بتزود التمبراتور ولا بالكاريسيا ولا بالكاريسيا ولا الأولاد احنا عايزين نعمل يعني أسبوع كده ما نهمش يعني أسبوع كده ونعمل امتحان صوت الناس تروح تحفظ الشيء وتيجي تصحى في غلطات زي بتاعت جوه اللاب الناس دخلت فراغ على البلطشر على طول عارفين حركة اللي وناس ولاد شاطرة ناس شاطرة ده معناه ان الكلام مش طالع يعني فاحنا هنخوض اسبوع وبعد كده هعمل امتحان رسمي ناس تروح تحفظ الشيء مش هنشرح تاني بقى ناس تروح تحفظ شيء تروح تمتحن رسمي الاسبوع اللي بعده او الاسبوع الثاني واخوض وابدا اعمل يوم امتحان History General Examination Local Examination شوية بشوية بقى لغاية ما أحس إن الدنيا إيه بقت حتة منكم يعني لازم يعني حرام يعني لغاية التريس سندروم
سبعية سندروم أو أوريكلو تمبرال سندروم. أنا عايز فيك كلمتين أو لأ، لما العام بيتسمع بيقولوا اللغة العربي كده، لما العيان بيتس بي اوتونومي، لما العيان بيتس بي اوتونومي. طب هو ليه يا ولاد؟ ليه لما العيال بيتست بيبقوا النون ده ضروري من الضرائب. تست فايبر، الاوتونوم فايبر بينتر بينتر، يعني بيخش على بعض. فلما يعني تست ايه؟ الاوتونوم هي ده ولاد التريد سندروم او الاوريكلو تمبرال سندروم. سيريفري نيوبلازما ولاد الباروكي تيومر، يبني منها البريومورف كادينوما، المالجنانت نيوبلاز اوف سيروي كلان. دول اهم اثنين. المونومورف كادينوما او الوارثن تيومر اكثر ام سكيو، يعني اكثر ام سكيو. ليه مرضى كادينوما دي ملخصة؟ إن كان اسمها زمان ميكسد سليفري تيومر، وبقى دلوقتي اسمها بليومورف كادينوما. أدي أول معلومة. كان اسمها زمان ميكسد سليفري تيومر، ودلوقتي بقى اسمها تيومر كادينوما. المعلومة الثانية إن الكبسولة بتاعتها إنكم. هلا ولاد. هو المعلومة دي عايزة تقول لنا إيه؟ هو الاورام بتبقى يا اما من الابيثيليوم يا اما من كونيكت فيشن. هنا لا اللي هو لو بناين تيومر من الابيثيليوم بيسموها دينوما، لو بناين تيومر من كونيكت فيشن ممكن يبقى فايبروما، ممكن يبقى كوندروما، يعني تبع كونيكت فيشن يعني. فهم لما بصوا تحت الميكروسكوب لقوا حتت من الورم الابيثيليوم، يبقى ايه؟ ادينوما. وحتت كارتج، حتت ابيثيليوم وحتت كارتج. فراحوا مسميين الورم يا ولاد ميكسد سليفري تيومر. الورم حتت ابيثيليوم وحتت كارتج، فراحوا مسميين الورم ميكسد سليفري تيومر. ده الولاد قولوا لي ليه سموه ميكسد سليفري؟ لان حتت ابيثيليوم وحتت كونكتد تيشو. عدى الوقت كده واتطور الميكروسكوبات، فاكتشفوا ان الحتت الكارتريج دي مش كارتريج، دي ميكسوميكال ديجنريشن، يعني ده ابيثيليوم وحصل فيه ديجنريشن. فراحوا مسميين الانسجه دي سودو كارتريج. يعني ايه سودو؟ يعني كده راحوا مسمينها سودو كارتريج. وقالوا يبقى لفظ ميكس سليفري تيومر لفظ غلط واحنا محتاجين نغيره، فراحوا مسمينه بليو ايه؟ مورفو. السؤال الجاي، طب وايه سبب التسميه بليو مورفو؟ الورم ده حتت فيرم اللي فيها ابيثيليوم، وحتت سيستك اللي فيها مخاط، حتت فيرم
وحتت سيستم، حتت ثيرم وحتت سيستم. فراحت لفظ لفظ ايه؟ بليومورفيك متعدده في الاشكال، وراحوا مسمينها بليومورفيك ادينوسين. يلا لغايه الورم ده زمان كان اسمه ايه؟ ميكس التلاته، ودلوقتي اسمه ايه؟ بليومورفيك. بليومورفيك، السؤال الاولاني، ليه زمان كانوا مسمينه ميكس التلاته؟ لكن هو سلمها لان الورم كان فيه ميثيليوم وهما شاكين ميثيليوم وكاربون. يعني ميثيليوم كونكتد تيشو. وبعد شويه اما الميكروسكوب اتطور اكتشفوا ايه؟ ان ده ديجنريشن، ده مش كاربون، ده ميوكويد ديجنريشن. فقالوا عليه سودو كاربون، قالوا عليه سودو كاربون. فقالوا يبقى لفظ ميكس التلاته دي لفظ ايه؟ غلط. وسموها بليومورفيك ادينوما. سموها بليومورفيك ادينوما ليه؟ لان حته فيرم وحته ايه؟ سيستم، فبقت متعدده الاشكال، فراحوا مسمينها بليومورفيك ادينوما. السؤال الجاي، طب والمعلومه دي مهمه ليه؟ يلا يا جدعان، انت اول ما تشوف ورم كده الكبسوله بتاعته ايه كومبليت؟ تقول له ايه؟ هيطلع منه ايه؟ فاطم برافو عليك. تطبيق شبه ورم خدناه في البريسك انترا كاناليكلر فايبر ادينوما، فاكرين؟ يطلع منه بضي. وسيمبل انكليشن از نوت انف، سيمبل انكليشن ويل بي فولود باي ريكرنس. لازم يتشال بسيفتي ايه؟ عشان كده الطالب اول ما يقول كبسوله انكومبليت اسمع كلمه بضي. انا لما الطالب يكون بيتكلم الانجليزي القشطه بتاعنا يعني، انما لو طالب بقى قاري تكست وبتاع، عارفين بقى التكست بتتكلم بالانجليزي، الاثنين انجليزي بيتكلموا مع بعض، يقول لك strands of the tumor extend beyond the actual macroscopic picture. Strands of the tumor extend beyond the macroscopic picture of the tumor. So simple denucleation will be followed by high incidence of الورم. فمين سترانج؟ يعني حتت من الورم. حتت اللي هو اللي عندنا احنا فاز طبيعي. هو ده سترانج من التيومر. اكستنت بيوند التيومر، يعني انا شايف التيومر حاجه وهو مايكروسكوبيكالي في مشكله ان في حتت طالعه منه. فاز طالعه منه. عشان كده سيمبل انكليشن ويل بي فولود باي ريكارنس. فاهمين هذا؟ لا. طب هو الورم ده راك كلينيكال، هيجي لي عيان عنده سوالنج هنا اهو تحت القاروطه، يعمل ايه في البيلوت ده؟ هو ليه السوالنج بتاع القاروطه بيرفع البيلوت ده؟ عشان الكبسوله بتاعت القاروطه دي الفشه اللي حوالين القاروطه مفتوحه من فوق، فالورم بيرفع البيلوت ده لفوق. هو دي نظريه ايه؟ اللبن في الكسرونه، تجربة عملية في المنزل، احضر كسرونة وحط فيها حبة لبن وحطها على النار ما تطلعش حاجة. إن اللبن بيكون لفوق، لو فار لتحت يبقى إيه؟ لأن الكسرونة مقفولة داير داير ما عدا فوق. فلما اللبن بيفوق يكون لإيه؟ فوق. حاسين بالباروتل جوه الكسرونة؟ لما الباروتل تفوق يكون لإيه؟ لفوق، تقوم رافع إيه؟ اللي بيقولوا إيه؟ مش عارف بقى الإجابة الغبية جوه دماغنا. يقول لك ليه الورم بيرفع لبيلو زي ايه؟ تقول له عشان خاطر هو عند النيل، بيرفع عند المناخير. اذا كانت تدل على حاجه فهي تدل على طالب حلو. عشان كده السويلنج دولت بيرفع لبيلو زي ايه؟ طب هو السويلنج دولت لو كنت احسه كده الاقيه فيرم ولا سيستم؟ حته فيرم وحته لكن نيفر هارد. نيفر هارد. السؤال الجاي، طب لما اجي احس ورا مع واحد عنده باروت السوالين جامد وجيت احس الليمفنوت الاقي الليمفنوت ايه؟ يعني واحد عنده بليومورف كاردينوما جيت احس الليمفنوت الاقيها ايه؟ نورمال. ليه؟ عشان ده بنايم تيومر. طب ايه اخبار الفيشر مان؟ نورمال. ليه؟ عشان هو بنايم. يعني البناين تيومر اولاد نيفر هارد.
نمبر 1 وما يكبرش الليمف نود وما ياثرش على الفيشلر. البنايت تيومرولات نمبر 1 وما يكبرش الليمف نود وما ياثرش على الفيشلر. واضحه هذا لا؟ طب عيب المليون مورفيس ادينوما ايه؟ بعد 10 سنين كده من كابن ملاك. يعني 10 سنين كده وممكن في طرد ملاك. كومبليكيشن في سفيجرمنت وملاكنا تتشينج بعد 10 سنين 2%. حسن سؤال بقى اولاد كتب يعني مش محتاج اي كيو ولا بتاع، لا هو طالب بشطرته كده يعني حتى طالب جامد اكتر. يا دكتور قول لي ازاي تعرف بليو مورفيك ادينوما قلبت ملاك؟ هو لا يعرف بليو مورفيك ولا يعرف ملاك ولا يعرف اي حاجه، ده لسه جاي من بره. قول لي تعرف ازاي بليو مورفيك ادينوما قلبت ملاك؟ برافو عليك. قال لي رابيد انكريز ان سايز وفيشال نيرف باراليسيس وليمف نود انلارجمنت وبين وابسرفيشن هاي هاي تمام. هو انتوا عارفين طبعا اي حاجه بيبقى في صادم تشينج في البيهيفير، لما الاقي صادم تشينج في البيهيفير كده اتوقع ملاك. يعني مثلا ممكن حد راكب عنده ليه باص، عارفين دي جميله يعني فاكرين شادية فيلم زهير مدام حسنية بقت حاطة واحدة هنا تعمل بيها شغل على الجماهير، فالواحد كل يوم بيعدي على الصبح كده يقول لك الله ده انت موز يا مطر. هنا الواحد يعدي عليها كده. وبعدين لو فجأة رابط انكريز ان سايز وبين والتريشن ولمف نودة صادم تشينج اوف بيهيفير يا اراوز الاتنشن بوسيبيليتي اوف ايه؟ اوف مالجنسي. هو ده حاجه بنايت قلبت مالجنا. صادم تشينج في البيهيفير، صادم تشينج في البيهيفير يخلي الواحد يحس ان البنايت قلب ايه؟ صادم تشينج في البيهيفير ده ولما يعني رابط انكريز انسايد وبين والتريشن ولمف نود هو ده المالجنا تشينج. هو الفيشال نيرف ده ولا كرينيال نيرف نمبر كام؟ 7. بيتفرع جوه الباروت عمري كده تمبرنت والعالم ما قالتش ليمف نود عاد زيز وبطيئه بطيئه. يعني ليمف نود فيها الباروت البلاند فيها ليمف نود. فهمنا يا ولاد؟ طيب فيها ايه كمان؟ فيها اكسترنال كاروتيد ارت. عارفين اكسترنال كاروتيد ارت؟ اللي هو الشريان بتاع الهيدن دينيك. بيتفرع جوه الباروت الفرعين. بينتهي جوه الباروت. بينتهي جوه الباروت. بيتفرع فرعين. سوبرفيشال تمبرال ومجزله. فيها بير اسمه بير فيشال بير. يلا اولاد اللي جوه الباروتيد ارتري وبين ونيرف ولم ارتري وبين ونيرف ولم ارتري وبين ونيرف ولم. يلا بقى انت بقى تكتب جوه الباروتيد ارتري بين نيرف لم وبعدين تكتب بقى سهم وتكتب سهم وتكتب سهم وتكتب. يلا تست كده يور مايند. الارض السهم هتكتب عليه ايه؟ استنى الكاروت عشان الطلبه اللي هي نسي واللي هو الطالب عارفين الطالب اللي هو معاق ده بيقول لك نقدم له برضه يد المساعدة. استنى الكاروت الارض امال البين اللي هو ايه؟ بتير فيشال بين. بين اللي هو بتير فيشال بين. امال النرف اللي هو مين؟ فيشال نرف وشويه ليمف نود. التركيب ده ولاد جوه الباروتيد من جوه لبره. يعني اكتر حاجه غويطه الارض وبعدين الليل وبعدين النار وبعدين الدم.
طبعا عشان خاطر نشخص البريومورف كادينوما دي انا عايز فايل الاسبرج. فنشخص البريومورف كادينوما انا عايز فايل الاسبرج. ولو شكت ان الورم في الديب بارت بزجلان ببقى عايز سيتي سكان. لو عايز اعرف الديب بارت بزجلان ده افكتد ولا لا ببقى عايز سيتي سكان. يلا رضوان بارت جلاند سوبرفيشال بارت وديب بارت. ها؟ سوبرفيشال بارت سوبرفيشال ايه؟ ريفيشال نيرف وديب بارت. دي ريفيشال نيرف. يلا قولوا لي مين الحته الاكبر؟ ريفيشال كبيره قوي ودي حته صغيره. ساعات الورم يجي في السوبرفيشال بارت وده اليوجوال، ساعات يجي في الديب بارت وده الرير، ساعات يجي في السوبرفيشال والديب يقولوا عليه دامبل. لو الورم عارفين دامبل اللي هو بيلعبوا بيه حديد ده، ساعات يجي في السوبرفيشال بارت والديب بارت يقولوا عليه دامبل. لما بيجي في الديب بارت لو لاب بيبص في الفارنس كده. انتوا عارفين طبعا ان باروت الجلاند ريليتد للفارنس، مفصولة عن الفارنكس بشريان مهم ضمن الكاروتيد ارت. هو يعني مفصولة عن الشريان في الكاروتيد اباريتس، مش مهم، مش مفصولة بالكاروتيد من الرد. فساعات تبص في الفارنكس كده لو ضرب في الديب بارت. اما لو انت اشد شوية في حالة الكلينيكال، مش احنا ولاد خدنا حالة باروتيد والعيال اللي خدت حالة الباروتيد تعرف ان حالة الباروتيد زيادة اسوالي تفرق تلك الماء البيتس اللي بينه زئير والضغط والفيشل نيرف. صح؟ قال الاوان النهارده تعلموا حاجه تفرق 4% البيتس اللي بينه زئير والضغط والفيشل نيرف وتحط تنج ديبريسو كده وتقول له بيجي اكزامنر وراه بيقول لك بتدور على ايه؟ تقول له بدور ليكون الورم واخد الديب بارت وسجلان وباصص كده في الفارنكس يا دكتور. او ممكن يكون كمان كاروتي بودي تيومر هيموديتوما. بس دي اخر كلمه هتقولها. هيبدا بقى يسالك بقى في الهيموديتوما بقى والبريومورف كادينوما. فاهمني؟ بس انت ما ينفعش الامتحان اللي فات ده تقول كده، ده انت لسه احقر احقر من قبل كده، ما تقولوش تعالى سقطني يعني. لا بعد شويه مستواك بيشد وبتترع ومتع كده زي مين؟ ربنا يساعدها. ممكن بقى تقول له كيميدوكتوما بقى وتيومر في الديب بارت وسجلاند ونجرجره بقى، نجرجره ونثبته. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ عشان كده يا ولاد ايه، لو الورم في الديب بارت وسجلاند انا عايز سيتي سكان، عايز تيشو دايجنوزيس فاي نيد ايه؟ اسبيريشن. ممكن نعمل ايزوتوب سكاننج تطلع كولد في الايزوتوب سكاننج. اكتبوا عليها يا ولاد الايزوتوب سكاننج، مكتوب عندكم؟ اكتب عليها اكستريملي اكستريملي اي امبورتنت اكسبت في الام سي كيو. يعني انت ايه لما تيجي اولاد في لجنه مثلا لجنه كلينيكا يقول لك تحب تعمل انفستيجيشن ايه للبريومورف كادينوما؟ طب انت ايه تشكل عليه بقى؟ تقول له اول حاجه يا فندم نعمل سيتي سكان عشان نعرف الورم واخد في الديب بارت ولا لا. يعني الورم ده كلينيكال واخد في سوبرفيشال بارت، لكن لو في افكشن للديب بارت بيتر تو ديتكت سيتي سكان والاكزامينشن اوف ذا اوروفارينكس. ولازم تو كونفيرم ماي دايجنوزيس بتيشو ايه؟ بايوبسي اللي هو فاين نيدل اسبيريشن. هو هيبقى مبسوط ولا احنا بنعمل كده. وبعدين بقى ايه، لو عملت ايزوتوب سكاننج الورم ده مش باسكر هيبان كول بالايزوتوب سكاننج. فاهمني؟ هو محدش بيعمل ايزوتوب سكاننج ده غلط. سواء حلو قوي في الام سي كيو. ليه؟ عشان احنا عندنا ورم اسمه ادينولينفوما بيبقى هوت، لكن الورم ده ايه؟ كولد. فهم يحبوا قوي حكايه السي سكان دي في الام سي كيو. وطبعا لو طالب بيقرا سيتي سكان يعني بيقرا كده بيومورف كارديوما نعمل لها تكنيشيم 99 سكان. لا عارف يعني ايه تكنيشيم ولا يعني ايه 99 ولا يعني ايه ايزوتوب سكان. هعمل ايه في الصرف في الدوله؟ هشوف ودي يوم سكان بص عليها بصه بصه جامده. سمعتكم ايه بدا بقى ايه
بدا يتعصب ظهر مع مكتب عليه وبدا يقول لك يا دكتور لو ضرب في السوبر فيشن بارت وسي بارت ما بيضغطش على الفيشن نيرف. لا ما بيضغطش، احلف والله لو الفيشن نيرف افكتد ده مالجنم ترانسفورميشن، لو الفيشن نيرف افكتد ده مالجنم ترانسفورميشن، لو الفيشن نيرف افكتد ده مالجنم ترانسفورميشن، لو الفيشن نيرف افكتد ده مالجنم ترانسفورميشن. طب واضح. طب ازاي نعالج حد عنده جليومورف ادينوما في السوبر فيشال بارت في ذكر؟ انا حواليكم ننفع في كل حاجه. يلا دكتور لو جالك عيان عنده جليومورف ادينوما في السوبر فيشال بارت في ذكر هتدفع ازاي؟ يلا دكتوره قولي لي ازاي نعمل نعالج حد عنده ورم في السوبرفيشال بارت في الهدف. شوف الدكتوره ربنا يسعدك يا رب ربنا يسعدك. قالت شوف الدكتوره لما ايه تقول لك بص اللي انت قلته النوبه اللي فاتت انا فاهماه واقوله تاني. سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتيديك، سوبرفيشال كونزرفاتيف باروتيديك يعني بشيل السوبرفيشال بارت بزكلان وحافظ على ايه؟ السوبرفيشال طب لو حد عنده ورم في الديب بارت وسجلان، يلا دكتور عوضي، لو حد عنده ورم في الديب بارت وسجلان. لو شلت حته من الناس كده مع بعض ايش يعني؟ كلام بنعمل توتال كونزرفاتيف باروتيديك، بنقول توتال كونزرفاتيف باروتيديك. لو الفيشال نيرف اتعور مننا لا قدر الله بنخيطه بمايكرو فاسكولار سيرجري. يا ابني ايش الكرسي اللي انت مش عارف بدل ما انت قاعد تاخد الدوره كده عمال تعافر مع ساعتها هي جايه متاخره. ايوه يا دكتور ازيك يا دكتور؟ دلوقتي احنا دكتورة لو الورم في السوبرفيشال بارت في الزكلان دي بنعمل ايه؟ ولو في الديب بارت في الزكلان؟ شايف الكلام اللي بينجح ونحافظ على ايه؟ على الفيشال نيرف. وبعدين لو الفيشال نيرف اتقطع مننا لا قدر الله بنخيطه بمايكرو فاسكولار بمايكرو تكنيك لو بالمنظار، ولو عايزين نحط له جرافت بنحط له جرافت من الشورى النار او جليد اوريجنال. رضا والله نمر. بس اسال بقى صاحبتك اللي جنبك سؤال، لو الورم في السفن دي بلا جلال شيلها، يا ريت تشيلها بالانجليزي. سفن دي بلا سهلة دي بشط، ما حدش بقى ولاد يقعد قدام الاكزامينر يقول له تشيلها، التاني يقول لك طب اجيب حد يشيلها. اخلص العمليات ليها اسم، صف مانديبلا سهاله ادينيك. فاهماني؟ طب وانت بتعملي صف مانديبلا سهاله ادينيك ايه البريكوشن بتاعت العمليه؟ جدع انزل 2 سم تحت الانجل اوف ذا ماندو تو افويد انجري اوف هامو. ايه الهامو ده يا ولاد؟ الفايتال والمانديبلا كراتش سيشن. مين اوطى؟ الهامو مين اوطى؟ المانديبلا ولا الفايتال؟ ديبلا فوز سرفايكال تحت ينزلوا كده ويعملوا هامو. فاهمين المونومر
بالظبط الادينوما ده غد او وارتن تيومر او ادينو لينفوما ورم غريب كده ولا بصراحه ما حدش فاهمه قوي. بص كده يا ولاد على العناوين، بصوا على الاسماء، بصوا على الاسماء ادينو لينفوما انت قالك فهو بص على الاسماء يلا بص على الاسماء وارتن تيومر ادينو لينفوما مونومورفيك ادينوما بابيلاري سيستا دينوما بابيلاري سيستا دينوما بص على الاسماء قوي بص على الاسماء كده وقول هوب تمام بصيت اسال حسن يلا يا ولد قول لي هو الورم ده ممكن يكون سيستيك هو مرض ايه سيستا دينوما ممكن يعمل بابيلاري بروجيكشن في سيستيك كده هو مرض ايه سيستا دينوما. طب هو الورم ده تحت الميكروسكوب مكون من ايه؟ ايبيثيليوم وايه؟ وليمفويد تيشو امارة ايه؟ ادي لينفوما وصفه واحد اسمه ايه؟ وارتن. طب في سؤال هو الورم دوت ايه مميزاته في الام اس كيو؟ بايلاترال في 10% من الحالات في الايزوتوب سكاننج هوت سبوت بايلاترال في 10% من الحالات في الايزوتوب سكاننج هوت سبوت نيفر تو تيرن ماليجنا بايلاترال في 10% من الحالات في الايزوتوب سكاننج هوت سبوت نيفر تو تيرن ماليجنا عايزك تكتب جنب العنوان كده الورم ده جده مدخن جده مدخن برجر ها جده مدخن وما بقاش مز جده مدخن وما بقاش مز يعني جاله طقطين كده كركبتين صغيرين كده جده بقى بيقعد يدخن كتير وجاله كركبتين صغيرين كده هو ده الادن من فوق جده مدائي جده ايه؟ مدائي جده مدائي دي مش مكتوبه دي مش مكتوبه مدخن 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 عشان خاطر لو كان انه جده بيدخن ده سموكر وانت ما عرفتهاش هنا هتختار اكسبت انه سموكر مكتوبه مدخن يا لهو على كل حاجه مكتوبه مش لاقي حاجه مش مكتوبه خالص كله مكتوب 10% بايلاترال جده مدخن وبعدين ممكن بيبقى الورم دايما صغير وسيستك كده وفي اللور بارت سجلان حتى ما بيرفعش لجيله زي كده الورم صغير وسيستك وما بيرفعش لجيله زي كده في عيال بتوع الجراحة طبعا ليهم رؤية غير العيال بتوع البطنة خالص فاكرين يا عم بتاع الباروخ اللي دخلناه الراجل اسمه عادل عنده كرباتين صغيرين هو ده اللي دمج باروخايم سببها ايه؟ هايبر البومينيميا او ريتيكيو اندوثيليال سيستم هايبر بليز في عيال طبعا ردت على طول بسم الله ما شاء الله يعني وفي عيال فنسيت الحصه اللي فاتت وكله معاه كارنيه وكله قاعد وكله بيتجوز ودي اهم حاجه ان انت تفهم ان انت هتجيب ولاد في مصر يعني الورم ده ولاد اللي هو البليومورفيك اللي هو الادينو لينفوما دوت بيبقى كارباتين صغيرين كده هنا وصغير قوي ما بيرفعش البيلو زي شبه الاندمج باروفايتس عشان كده انت لما بتخش الامتحان على عادل ده وده لازم بتسال سؤال بيقول لك اول سؤال كده ايه الكومنست تيومر هو ايه رايك السولينج تيومر ده بناين ولا بلين؟ بناين اشمعنى؟ بقى له 10 سنين وما عملش حاجه الفيشال نيرف ولا كبر الليمف نود وصفر وبقى له 10 سنين وما رفعش الميلو زي ولا شال الفيشا نيرف ولا كبر الليمف نود ومفيش صادم تشينج في البيهيفير فانا رايي انه بنايم
فهو بيسألك طيب ايه الكومنست بنايل تيومر في البارات الكلام؟ هتقول له بريمر في الكاتينوما، يقول لك ليه؟ تقول له عشان ركز. يعني بريمر في الكاتينوما ده ركز، انما الادرينفوما ام اس كيو، فيعني اكيد هو ده الكومنست. فهو هيسألك طب لو لقيت السويلنج بايلاترال فكر في ايه؟ تقول له افكر في ادينو لينفوما انديميك باروتايتس جوجرين سندروم. ادينو لينفوما انديميك باروتايتس جوجرين سندروم. السؤال الجاي ايه جوجرين سندروم؟ برافو عليك. ادينو لينفوما انديميك باروتايتس جوجرين سندروم. اروح ارد لجنه بنت كانت مرات واحد منا يعني. كانت مرات نايب زميلنا وبعدين ايه هو وصى عليها فاحنا ايه انا مسكتها كانت ضايعه طبعا يا لهوي فما تعرفش القلب يعني متجوزه بس فايه انا قعدت قدام باب اللجنه مع حفاظها حد باروكي هيسالك يقول لك ايه ايه التومر ده تقولي له بيومر في الكابينوما سالك ليه تقولي له لان ده بنايل تيومر اول حاجه لان ده بنايل تيومر قولي ورايا اول حاجه ايه عشان ده بنايل تيومر وبعدين بقاله 10 سنين وبيكبر بالراحه وما بوظش الفيشن نيرف وما كبرش الليمف نود قولي ورايا هتاخ طخ 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 ده كويس جدا وبعدين تقولي له بقى انا بقول بقى انه بليو مورفيك عشان ات از ذا كومنس ستاتستيك يعني اكتر بناين تيومر في الباروتيد في الباروتيد هو هو البليو مورفيك كادينوما عشان كده انا قلت لك ان البليو مورفيك كادينوما خلاص لو قالك ممكن يبقى بناين تيومر تاني تقولي له ادينو لينفوما تقولي له ايه ادينو او بعدين عارفه حاجه عارفه لينفوما قالت لي عارفه لينفوما تقول لها ادينو لا جنبها تحطي ادينو جنب لينفوما كده عبال ما نخش ونطلع بعدين راح يسالني بقى تحبي نعمل انفستيجيشن ايه تقولي له اشعه مقطعيه ناخد بايوبسي وبعدين راح يسالني بقى نعالج العين ازاي تقول له لو الورم في الحته السوبرفيشال نشيل الحته السوبرفيشال لو الورم في الحته دي لا تشيلها كلها هو هيسالك بقى ليه تشيلها كلها؟ قلت له عشان لازم نشيل السوبرفيشال عشان نعرف نشيل الديب ونفتح من بره بعد كده لو سالك اي حاجه تانية سيبك منه بقى عندنا لازمه يعني فقالت لي طيب يا دكتور واحد تاخد فالراجل ضايق الاسئله هو قعد سال كل ثلاثه اللي قالها الاسئله وراح حفظتها الاسئله من الجمال دخل وبعدين ايه قالت له بقى قال لها ايه ده؟ قالت له بلومورفيك كادينوما قال لها ليه؟ قالت له بناين تيومر وكبير ورفع رجله وزئير وده كومنست ستاتستيك قال لها ممتازه ممتازه يا دكتوره انت بترتبي على صفحاتك قالت له لا ما برتبش قال لها طب ايه رايك بقى لو باي لاترال ولا لجنه عليك؟ قال لها طب لو باي لاترال هو عايز بقى تقول له لو باي لاترال ممكن يبقى ادرينفوما ممكن يبقى جوجرين ممكن يبقى انزيمك بارتايتس هو لا بقى طب لو باي لاترال لانه طلع بره فهو راح ترد عليه رد والله ده بيتحرك قال لو باي لاترال بقى يبقى ايه؟ قالت له يبقى بلك هو ايه؟ بص شويه هو عايز بقى ساعات حاجات كده ما بياخدوهاش الاجابه لو باي لا يبقى ايه؟ يبقى مطلق لان الراجل نفسه بقى في قلب الليمفوما بقى وجوجرين وانديميك بارتايتس هو لقى لجنه عجيب وكان نفسه بقى طبعا انا فاهم بقى كان هيعمل ايه؟ لو كانت قالت له لو كانت رد عليها كانت هيقعد يقول لها يعني ايه جوجرين؟ يعني ايه انديميك بارتايتس؟ هي هي ده محس القطة يعني. لا في مصر على الفاضي. خرجت قلت راجع نفسك في موضوع الجواز ده. شد العروسة ايه ضايعة. واضحة لا ده لا. طبعا عملنا ايزوتوب سكاننج اولاد على الادينو لينفوما بتطلع هوت سبوت عملنا ايزوتوب سكاننج على الادينو لينفوما بتطلع هوت سبوت علاجها سوبرفيشال كونزرفاتيف ارجيتيك
صفحه المالجنس تيومر دوله بتاعت السليفه الجلان صفحه الطلبه ما بتشتغلش. ليه بقى؟ الطالب لما بيجي يقرا كده بقى بيقول لك الادول المالجنس تيومر والكفاروس انواعها. ميوكو ديرمويد تيومر يقول لك هو الاسم ماله منيل كده مش مهم. ادينويد سيستيك كارسينوما يقول لك ما كان اسمه ادينو كارسينوما. ايه اللي غيره ادينويد سيستيك؟ وراها يلاقي ادينو كارسينوما يقول لك هو الادينو كارسينوما غير الادينويد سيستيك. الاسم اللي بعده اثينيك سيل تيومر. الاسم اللي بعده كارسينوما اكس بريومورفيك ادينوما يقول لك اكس بريومورفيك. الكلام ده كفيل ان الطالب ايه؟ يقوم يجيب له سندوتش اي حاجه ياكلها. يا هذا لا طب هو الكلام ده سهل. ما ماله منيل كده اصل ما حدش فاهم حاجه. يعني الاورام دي بتحصل في السليفر جلاند بس ما بتحصلش في اي حته ثانيه. فبتوع الباثولوجي مش فاهمين قوي. واحنا لما ما نفهمش نعمل ايه؟ نوصف. فاهمين؟ يعني مثلا احلى علم في كليه الطب الاناتومي. ليه؟ ما حدش فاهم حاجه. فالراجل كل واحد يوصف اللي قدامه، يعني يقول لك بايسبس والقطع من العضله دي ليها 2 هيد. ترايسبس والقطع من العضله دي ليها 3 هيد. اومو هايويد يعني من هايويد للاستابل استرنو هايويد. فاهمين؟ يعني حاجه كلها ديسكريبتيف يعني. فاهمين؟ فهم ايه؟ واحد بيفحص ورم خبيث لقى فيه جلد جلد وميوكس يعني سكويموس اكسيليا مالجنت وميوكس. فراح مسميه ميوكو بدرمويد تيومر. طب احنا ما بنستوعبش الحاجات دي بسهوله ليه؟ عشان خاطر اختك تفهم مين الشمال وهما بيكتبوا ايه؟ بص انا بص لو قلت لحد كده حد انجليزي قلت له الورم ده اسمه ايه؟ هيبص تحت الميكروسكوب كده يقول لك في سكويموس ايبيثيليوم مالجنانت وميوكس. سكويموس ايبيثيليوم ايبيديرمويد وميوكس ميوكو تيومر. ده له تيومر. هو يقراها كده ميوكو ابيدرمويد تيومر. انا بقى عربي اقراها ازاي؟ it is a tumor in which there is squama and it is malignant. اشمعنى انا قلت malignant it may be highly malignant and metastasized may be high grade maybe low grade maybe خلصت اللي عندي. وبعدين ابص كده لا هو ده الكلام المطلوب. مفيش حاجه ثانيه. اشمعنى؟ هو ما حدش فاهم حاجه اصلا. فاهمين يا رب؟ طب فين انا قلت لك كده؟ اثينيك سيل تيومر. يلا سلام الخمر يعمل ايه؟ بقول لك it is a tumor arise from of the adenoid and it is malignant it may be highly malignant and metastasized may be low grade malignant. وبعدين ايه؟ ابص كده الاقيه مزود كلمه سيروس اسينوما. فتقول ايه لو كان سماه سيروس اسينيك سيل تيومر كان الموضوع حلو. وبعدين قعد افكر طب وليه لو؟ هو الحياه غير ايه غير انك تاخد اكشن؟ سميه انت سيروس اسينيك سيل بس واخلص. هو السيروس الصناعي دي موجوده فين؟ في الباروت. ما هو ده نفس السؤال اللي انا قلته الحصه اللي فاتت ان الباروت عامله كده وبتنزل سيروس والصاب مانديبلر عامله كده وبتنزل فيه. بعدين روحت بعدين جيت سالت هو السيرف في السنه دي موجوده فين؟ بعدين الواد بيتر امبارح بعدين بنظبط الكتب لقيته بيقول يا دكتور سالت العيال هو في كام باروتك في جسمنا؟ ما عرفوش. بعدين بقول لهم احنا عندنا 2 باروتك مستغربين جدا.
كأن أنا بقول له زعبانة. قلت له لا يا أخي، معقولة؟ مش معقولة طب ولا إيه؟ مش أنتوا عارفين إحنا عندنا 2 براتب؟ أنا قلت أساميهم نسيت أقول إن هما 2. 2 براتب، يعني في حد راتب عنده براتب واحدة هنا ونص؟ يعني أكيد عنده 2 براتب. واتنين كمان ديبلر ها؟ واتنين سب لينجوال، وبعدين اكسسوري ايه؟ سليفري جراند. طب انتوا فاهمين اولاد يوسف درمويد تيومر؟ فاهمين اسينيك سيل تيومر؟ لو افرض اولاد جيت اقول لك كده بصوا مالجنانسي اكس بليومورف كادينوما. طب انت قايل ايه؟ بليومورف كادينوما وبعدين حصل عليها اكس مالجنا. يعني ايه؟ يعني في مرض كادينوما وظهرت مالجنا. هو البالين مرض كادينوما ممكن تقلب مالجنا؟ بعد قد ايه؟ تقلب مالجنا انت قد ايه؟ 1% 2%. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. تعرف ازاي نعرف مالجنا؟ طب عايز مني ايه تاني؟ انا عمال اقول له كلام بالانجليزي جامد جدا ان دي بليومورف كادينوما وبعدين قلبت مالجنانت ودي نسبتها 2% في 10 سنين وبيحصل رابد انكريز ان سايز وبين والتريشن وليمف نود وفيشال نيرف بارالس. هو عايز منك حاجه ثانيه؟ ما انت برنس اهو. افرض جه قال لك كده ادينو كارسينوما، قول له رير. يقول لك يعني ايه؟ قول له رير. رير انا بحفظ حاجه رير اذا كانت كومن ما اعرفوش. يقول لك انت ما تعرفش عن ادينو كارسينوما غير انه رير؟ يقول لك سكويموس سيل كارسينوما. قول له موست اوف ذا اوسر بليف ذات ذير از نو سكويموس سيل كارسينوما ان ذا سليفري جلاند. وانا مع الاوسر دول. يقول لك ليه؟ يقول له يعني اقول اه في واحفظ اذا كان في اوسر. اوسر بيقولوا لا انا اقف معاهم طبعا. سواء الاوسر اولاد مختلفين. هو السكويموس سيل كارسينوما دي مخ ابيدرمويد. بس مين لي ابيدرمويد؟ يعني بدل مخاط على ايبيديرمس ايبيديرمس بس، ولا هي ورم في حته تانية وبعت متاسس؟ ورم في حته تانية في الهيدر ديليك وبعت متاسس. لكن هما مختلفين ده ايه؟ سكوما سيل كارسينوما ده ايه؟ وطالما هما مختلفين انا كمان ايه؟ لما يخلصوا اختلاف ويتفقوا مع بعض انا اجاوب. انما قبل كده انا اعرف ميوكو. انا عايزك تمشي في البيت كده ميوكو ابيديرمويد. بس انت بقى المساحه عندك كبيره في البيت فاهمني؟ هتاخد 3 خطوات ميوكو ابيديرمويد تيومر بعدين تعمل ايه؟ وتقول ايه؟ ابيديرمويد ميوكو سكويموس ومخاط بعدين تقول كده قدام المرايه شوف نفسك وانت ماشي. تاني سيل تيومر بتعمل ايه؟ الديتا تيومر arises from arsenal. حط جنب كل واحد الديتا رايت ما هو المهم كده. It may be highly malignant, may be low grade malignant, may metastasize, may be early. خلصت يعني فاهمني؟ malignant في اكس بليومورفيك ادينوما. فيديومورف الكادينوما قلب ايه؟ قولوا لي كلمه على الادينو كارسينوما. رير على سكوما سيل كارسينوما. مفيش. يعني ورم رير وورم ايه؟ كلام فاضي والله. امال فين الكلام اللي في الموضوع ده؟ ادينويد سيستم كارسينوما. عليه كلمتين لازم يبقوا واضحين قوي زي ده. جبنه سويسري وبحبك يا فيشيال نيرف. جبنا سويسري وبحبك يا فيشيال نيرف. يعني الورم ده ولاد بيبقى عامل كده. مين ده ولاد؟ الورم. الورم ده بقى ايه؟ ماشي ورا الفيشال نيرف بيقول له ايه؟ بحبك بحبك بحبك.
مين ده بقى ولاد؟ ايه الشكل؟ يعني جبنة سويسري وبحبك يا فيشل مان، سؤال أولاني. هو إيه الجبنة السويسري ده؟ جبنة بتاع توم وجيري. ده الجبنة المخرمة بتاع توم وجيري. وحشة طعمها وحشة. يعني رحت مرة وأنا أدوكم كده ما قالوا لي هو شبه الجبنة السويسري ما كنتش أعرفها. فرحت اشتريت واحدة جبنة سويسري، قطعة جبنة سويسري عشان أعرف دي إيه. وبعدين دخلت خرجت عشان أحاسب لقيتها غالية جدا. فلقيت الورم ما يستاهلش. بعدين بعد شويه بقى قلت لازم اجيبها، يعني لما اتخرجت بقى قلت اجيبها عشان اذاكر على اساسها. فجبت جبنه سويسري لقيت واحد ده شبه الورم. يعني هو ده الجبنه السويسري الجاي، هو ايه علاقه الورم بالجبنه السويسري؟ هو الورم ده حتت ازيدو فيلم جاي ايه؟ بس انت بتجيب شاي؟ طيب حسابك جاي بقى ايه؟ قلت ده التمرين. حتت ايزوفيليك وحتت اسيدوفيليك، مفيش قلم احمر قدامها بقى. فانا هعتمد على الاي كيو بتاعي. حتت ايزوفيليك وحتت اسيدوفيليك. اصل هو معمول من الابيسيريال والمايو ابيسيريال سيل. نعلى شويه. الاسينايد بتبقى عامله كده حواليها خلايا زي الاخطبوط اسمها ميو بيسيليال سيل او باسكت سيل. بتعمل ايه؟ بتعصر السلايد. فهو الورم بيجي من الابيسيريال والميو بيسيليال سيل، فبيبقى حتت بيسوفيليك وحتت اسيدوفيليك. تعرفين بتوع الهيستولوجي عندهم سبله كده اسمها هيماتوكسيد ميوزين، كل ما يلاقوا نسيج يرشوا عليه. يعني اي نسيج بيوديهم يبقوا حاطين عليه هيماتوكسين يوزين. يقول لك تشوف اشاره. لو خد الصبغه الايه القاعديه لو يبقى لو هو قاعدي يحب الاسيد فيبقى اسيدو فيل. لو هو حامضي يحب البيز فيبقى بيزو فيلك. فين يحب الحاجات البيزو فيلك تبقى لونها ازرق، والحاجات الاسيدو فيلك يبقى لونها ايه؟ احمر. فالورم ده حتت حمراء وحتت زرقاء، حتت حمراء وحتت زرقاء. فلما بصوا عليه كده جابوا واحد ايه من البلد بص عليه، يعني من خربتها بس. فجه بص عليها قال ايه دي؟ ايه دي؟ منخل دي يا بوي منخل. وراح مسميه كريبري ايه؟ فور. وبعدين جاب واحد سويسري بص عليه قال اوه. اوه يعني ايه؟ يعني يا لهوي بس. اوه كريبري فور سويسي تشيز. يعني كل واحد وياه. لا مو فاهمينها بس، يعني الراجل السويسري قال عليها سويسي تشيز، والراجل بتاع خربتها قال عليه ايه؟ كريبري فور. والناس عماله تستمتع في انجلترا ومخيمر ايه؟ في احمر. ربنا يا رب. الورم ده جاي من الابيسيليا والمايو ابيسيليا سيل. ففي حتت اسيدوفيليك وحتت بيزوفيليك. ساعات يقولوا عليه كريبري فور وساعات يقولوا عليه سيوي. امال ايه حكايه بحبك يا فيش النرجس؟ وصلت هو ازاي حد ازاي تعرف ان فلان بيحب واحده بيحب فلانه قوي؟ خلينا سيبك بقى من الاجابات بيحبها يعني بيحضنها وبيبصها وبيحب الكلام ده. تعرف ازاي ان فلان بيحب فلانه قوي؟ مش شايف ليه؟ يقول لهم انا عايز اتجوز ليلى. يقولوا له ليلى دي ابنه. يقول لهم دمها خفيف يا لهوي بقى وخلاص من الضحك معاها. يقول له ليلى دي اصلا معجونه على بعضها كده ملهاش ملامح. يقول لهم ليلى بسم الله ما شاء الله عليك. دي معادي ازاي؟ ليلى ليلى اصلا يعني شخصيه زباله. يقول لهم لا ليلى هي حياتي. هو مش شايف الا مين؟ جوز ولاده. مش شايف ليه؟ هو بيحب حد كده ولا لا؟ مش شايف ليه؟ which is extremely rare. يا البنات ما تصدقش. يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربات. ما بين هذا لا.
هو بقى مش شايف ليا. هو النرد ده كده ولا بتحب الفيشه النرد بالشكل ده؟ وانا سالت سؤال، الاورام الخبيثه بتحب العظم ولا لا؟ ايه بتحب العظم؟ هو العظم بصفر؟ جدا هايلي بصفر. فتخيل بقى ورم لقى الفيشه النرد كده، وبعدين ماشي ورا الفيشه النرد، ماشي ورا الفيشه النرد بيقول له بحبك. وبعدين دخل الفيشه النرد جوه البني تانل بتاعت ملوش دعوه بالعظم، ماشي ورا الفيشه بيقول له بحبك، يقول له عظمه حواليك، يقول له هو الفيشه النرد، يقول له يا غبي عظمه حواليك افهم انت حافظ مش فاهم. هو الفيشه النرد، هو الفيشه النرد الورم يمشي ورا الفيشه النرد ملوش دعوه لا بالعظم ولا باي حاجه. ماني خاصيه فيه غريبه جدا، غريبه جدا. هنا لا يعني الورم ده ولاد في كلمتين، جبنه سويسري وبحبك يا ايه، هو ده البقين اللي في الورم ده. غير كده بقى ولاد بصراحه ربنا الواحد مش عارف يقول لكم ايه بقى، كلام فاضي يعني. يعني مثلا لو سالتك كده، هو الاورام الخبيثه بتاعت البروتين المين لاين اوف سبريت هي ايه؟ دايركت. وايه تاني؟ ولمبو. اشمعنى ليمف؟ راح تروح نوت. شوف الولد قال لي اول حاجه ليمف نوت اللي جوه البروتوكول، وبعدين الديب سيرفايكال ليمف نوت. بيقول لي اول حاجه اللي جوه البروتوكول، قلت له بعدين، قال لي الصبمن ديب، قلت له بعدين، قال لي الصبمن ديب. بقول له ليه؟ قال لي اصل الورم الخبيث بينتشر عن طريق الصلايا. يعني هتروح للليمف نود اللي جوه البراطن، وبعدين تروح للديب سيرفايكال ايه؟ الليمف نود بتاعتي. طبعا الحاجات دي بتروح سيرفايكال ليمف نود. اه ولا ايه؟ انا شايف ده منطقي يعني. ايه؟ البراطن تروح الليمف نود اللي جوه البراطن، وبعدين تروح الديب سيرفايكال. الصاب مانديبلر جلاند تروح الصاب مانديبلر ليمف نود، وبعدين تروح الديب سيرفايكال. الساب لينجوال تروح الساب مانديبلر ليمف نود، وبعدين الديب سيرفايكال. فاهمين على الباروتيد ايه ولا ايه؟ ليمف نود جوه، وبعدين ديب سيرفايكال ساب مانديبلر، ساب مانديبلر ليمف نود، وبعدين ديب سيرفايكال. في الاخر كلهم رايحين فين؟ طب وانا ايه؟ طبعا في حاجه تاني صاحبه بقى عادي دلوقتي، قولوا لي بعد الديب سيرفايكال ليمف نود الليمف بيروح فين؟ ايوه صبرك، لما انت الليمف نود الشمال ولا اليمين؟ الشمال ولا اليمين؟ هو طبعا ناحية اليمين دي ربع اليمين ده رايت ليمف ترافيك، لكن ثلاث ارباع جسمه ثراسي الضغط، يعني الرجلتين ثراسي الضغط، الابدومين كله ثراسي الضغط، لكن نص الوش نص الشيست كده ده رايت ليمف ترانك، والربع اللي فاضل ثراسي الضغط. يعني ثراسي الضغط ثلاث ارباع الجسم، والرايت ليمف ترانك ايه؟ ربع. اي حاجه في الربع دي رايت سوبرا كلابيت، اي حاجه في الثلاث ارباع دول ليفت سوبرا كلابيت. عشان كده بركاو لما حط اسمه على ايه؟ على الليفت. طماع بركاو، حط اسمه على الكبيره بيفهم عفريت. لا انت عايز تحط اسمك على الصغيره، الصغيره ما حطش اسمها على الصغيره، ما حطش اسمه. هنا رد؟ انما بركاو اختار الليفت نود على ثلاث ارباع الجسم، ثلاث ارباع الجسم الثراسي بتاعك. مين هذا؟ لا. كومبليكيشن ممكن ألسريشن، انفكشن، نيرف انجري، هيموريج. ايه ده؟ هو باروت التيومر ممكن يعمل هيموريج؟ هياكل ابو ارض. ده انا كاروت الارض، السؤال الجاي جامد. امال لو ورم في الصب مانديبلر جلاند ياكل ابو ارض؟ صب مانديبلر جلاند عليها ارض كده بيكيرف عليها، مش الارض مش الارض. يعني الباروتيد ياكل الاكسترنال كاروتيد، والصاب مانديبلر ياكل الفيشه الارض. يلا ولاد انا اعرف ازاي كلينيكال ان الورم ده خبيث.
rapid increase in size في ulceration لما حصل ايه؟ lymph node facial nerve paralysis hard inconsistent lymph node facial nerve paralysis hard inconsistent. دكتور انا مش فاكر ده تاخد تلت ال دكتور انا مش فاكر ده تاخد تلت ال تلت ارباع على البركان تلت ارباع الجسم على البركان بتعمل ايش على حد عنده مريض في مرض الباروك جاوب على طول لو ما جاوبش بقى هيجاوب هو قال لي بيكفي مرة وانا كنت سأله لأول سنة خلاص انما جاوب بعد سنة سنة قال لي diagnosis staging problem diagnosis ده اللي هو ايه؟ finding staging the direct spread seat scan اللمف سبريد سكان بلاد سبريد بون ميتاتس بون سكان من الاب فول اب ما فيش فرق لكن عايز دايجنوزيس وستيج انت سوى ده السيستم انا عايز كده عايز سيستم كده دايجنوزيس وستيج امال يميزها ايه؟ ايزوتوب سكان بتاعها فوق ايزوتوب سكان جولات فوق في الادنولوجوم ايزوتوب سكان فوق في الادنولوجوم لكن البليومورفيك ادينوما والمالجنانت تيومر بتاع السليفري جلاند فوق هسألك سؤال يا دكتورة يعني جامد يعني لو حد عنده ورم خبيث في الباروت الجلاند اعمله عملية اسمها ايه؟ توتال ايه؟ لا هنا نضمن نفسك بقى بيحب الفيشال نيرف يعني هو واكل الفيشال نيرف ماشي وراه بيقول له بحبك اقول له سيبه 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 انت لسه خطيبه بس لازم يشيله بقول لك بقى ماشي وراه في الشتات يقول لي اتفضل توتال ايه؟ توتال نان كونزرفاتيف بارزيدنت نان كونزرفاتيف ده شرر ايه؟ هشيل فيش النار طب انا لو شلت فيش النار بكده اعمل له رعب ايه؟ الصوره الاول هو الشورى ده فين؟ معلوم فين؟ الشورت لاترال ولا ميديال؟ لاترال لاترال هو واخدين بالكم من زمان كله بيقولوا ميديال الناس مش عارفه هو فين اصلا كله موجود كله موجود في كله موجود في القعده احنا قلناها اللغه اللي فاتت وبنقول تاني شرحنا حتى اتسال جوه اللجنه الشورى الناس دي كانت فين؟ ما عرفش اضحك بقى اضحك بعد كده قول له كفى اه الدكتوره بتحاول بس ما قدرتش حاول جامد بس فشل نعم شو رايك في ريتو ريكلر نيرف طب لو في صمم ديلر جلاند بنعمل حاجه اسمها كوماندو اوبريشن كوماندو ده لازم تشيل صمم ديلر جلاند تبص الماندو بلوك ديسكشن للسرفايكال ده انا عايزك تتخيل بقى واحد شايل نص المنطقة يعني بقى بوش لا رب اسيبه كده بوش لا رب ما تعمل ايه؟ باخد حته من الضرب واطلعها فوق اشمعنى الضرب؟ ابطط وكده شبه المنطقة واعمل له ريكونستراكشن واسيب الحته دي من غير ضرب يعني اسيبه من غير وش اسيبه من غير ضرب ولا ممكن اسيب حد من غير ضرب وروني ماسك اكسر الضرب ده لا يطلع لها 14 يعني ممكن تسيب حته من غير ضرب والله سواء طالب ايه شوف ولا تقول له طالب حته ضرب تطلعها فوق يقول لك ماشي هو ده اللي بدايه يعني مش بداية ان العالي يبقى بوش الا ربع بس بداية ان الواحد يبقى من ضد حاجة غريبة جدا الخلطة صح ولا لا؟ لان احنا ممكن ناخد حتة من ضلع من عضلات الجلد يقولوا عليها اوسيو مايو كيتينس فلاب يقولوا عليها اوسيو مايو كيتينس فلاب هو ده كوماندو اوبريشن يقول
بيقولوا عليها اولاد اوسيو مايو كيتينس فلير. حلو جميل. يلا اولاد عشان خاطر تعرفوا بس ان احنا ايه الدي ان ام مشطوب، يعني صفحة بتاعت الدي ان ام مشطوبة وصفحة بتاعت الاسكيما مشطوبة. يلا ورقة كاملة، ورقة كاملة مشطوبة عشان محدش يقول ما مشطوبش. يلا ولاد هاتوا لنا الجبس. وصلات باب اللمس ده اصله من الدنيا مش كبير قوي عند طلب بكالوريوس. هو ثلاث موضوعات الامفيديما والاي بي والليمفوما. الامفيديما والاي بي والليمفوما بس هو ده باب اللمس. اسأل سؤال دلوقتي ولا لا؟ خد يا ولد ارسم الليمف على الصفر. بقول لك انا بفتح صفوره جميله. خلاص بقى انا عايزك تفهم زمايلك ايه الليمف ده وماشي ازاي في جسمنا، يعني كله في الليمف. طب معلش يا دكتوره سريعة أوي لا ما شاء الله. طيب هذه مشكلة خدوا بالكم منها، ان الطالب ممكن ناخد باب اللمف كله من غير ما يعرفوا ايه اللمف ده اصلا. طب ايه اللمف ده؟ احنا خدناه كتير جدا. فاكرين الكابيلاري بيت؟ ان ده ارتري وده كابيلاري وده بيت، وبعدين دي الخلايا، وبعدين بيحصل رشح هنا في السبيس ده اسمه ايه؟ انترستيشال سبيس، او ساعات يقولوا عليه اكسترا باسكولار اكسترا سيلولار سبيس. وبعدين يحصل ابزوربشن هنا. كان يعلمونا ان الارتري يفلتر دم نقي، فالخلايا تاكل من الدم النقي ده، من فلترة. يعني الخلايا ما بتاكلش من الدم مباشره، تاكل من الفلتر بتاعه، تاكل وتتبرز تطلع الويست برودكت لانها كائنات حيه يعني. وبعدين يحصل ابزوربشن. وكان يعلمونا ان الفلتريشن هنا قد الابزوربشن هنا تقريبا. وندوس على تقريبا ده. ساعات يتبقى شويه من الفلتر يقوم يمشي بقنوات كده اسمها ليمف فيسل. يعدي على حاجه اسمها ليمف نود يتفلتر. وبعدين ليمف فيسل. وبعدين الليمفنود يتفلتر، وبعدين في الاخر الثراسي بالظبط يصب في الدم. فهمتوا ليه دورة الليمف ما بتبقاش مفهومة؟ لأنها مش دورة مقفولة. دورة مفتوحة. فاهمين؟ لو حد جاله التهاب هنا، ميكروب هنا، الخلايا دي بتلتهب. يقوم الميكروب عايز ينتشر. يقوم رامي نفسه في الليمف. يرمي نفسه في الليمف كده. يوم ربنا عارف هو اللي فتح الطرق دي، يعني ربنا هو اللي مهد الطرق دي، فهو عارف ان ممكن الاعداء يمشوا منها وينتشروا، فيحط فلتر على الليمف. الليمف نود يفلتر، ياخد الميكروب ويعدي الليمف عشان ما يوصلش للدم، ويحط فلتر على الدم عشان الميكروب لو وصل للدم اللي هو الاسبرين. مش كده الاسبرين ده فلتر، بس فلتر دم. والليمف نود ده فلتر. بس فلتر ليمف اشمعنى؟ عشان هو الجسم فيه طريقين. فاهمني؟ يعني الجسم مثلا فيه طريق اسكندريه الصحراوي وطريق اسكندريه الزراعي، بس هو مفيش طرق، هو فيه طريقين دول. يا بلاد يا ليمف.
فربنا حط الجيجان هنا والجيجان هنا اللي هي في صورة ايه؟ فلتر. وبعدين ربنا ايه؟ مخلي الفلاتر دي كابسوليتر. هنا ردع كبسولة كده. يعني فلتر ده لي كبسولة. وحط فيها لينفويد تيشو كده عشان يفلتر. وبعدين جاب شوية من جهاز المناعة كده وجاب من غير كبسولة. موت كده. وراح رصصه مع جي اي تي والريسبيراتوري سيستم اشمعنى؟ عشان مفتوحين على الشارع. فاللي يخش الريسبيراتوري او الجي اي تي لو ميكروب نازل يقوم الموت ايه؟ الشبيه يقول له انت راح فين؟ راح فين يا لب؟ ويقوم ماسكه ايه؟ مثبته فاهمين يا لب؟ حاجه اسمها مالت. مالت دي على فكره مش عنيها لك. مالت دي ميكوزا اسوشيتد لمفايد تيشو. بس هي الحقيقه من غير كبسوله. وتش از جود لك. ان هم سموها مالت وهي ايه؟ وهي مالت فعلا. فكانوا يعرفونا ان جهاز المناعه في منه كبسوليتد وفي منه مالت. المالت بنحطه فين يا اولاد؟ بنحطه في طول الجاي وطول الريسبيراتور عشان مداخل الاكل والهواء. وبعدين ايه؟ ننطرهم كده يا اولاد ونعمل لجان. كونسل. ابندكس. بيرز باتشي. ايه زي ما تكون على الطريق نحط عساكر بموتوسيكلات لمراقبه الطريق وكل مثلا 100 كيلو نحط لجنه كل 100 كيلو نحط لجنه فاهمين الناس ده ولاد ما بتفكرش كده دي شافت جسم الانسان شافت ربنا امن الشعر ازاي وامن الريسبيراتور ازاي راحوا مامنين الطرق بس كده ولاد الدكتور وهو ماشي يبص كده فاهم ده بتاع كليه التجاره ولا ايه لما بقى في فلاتر انكبسوليتد اللي هي الليمف نود وايه؟ والاسبرين وان ده فلتر بلاد وده فلتر ايه؟ فهمتوا ليه واحد صباعه يتقلب يا اولاد؟ يطلع له حلو. الميكروب وقع في الليمف. فمش بقى في الليمف قال لك ايه؟ هنتشر هنتشر راح مين لقطه؟ الليمف نود بس هو للاسف عمل التهاب كمان فين؟ ولو حاول يفلت ويروح هيقابله فلتر تاني. ما يروحش الدم لما العاني بقى مين كومبرومايز. فاهمين هذا لا؟ دي نظرة سريعة كده يعني ايه اللي خلي بالكم ان الليمت ده من الدم والى الدم. كل السيركيليشن اللي في الجسم تقريبا كده ما عدا الجي اي تي الليمت بيتحط عليه لونج تشين فاتي اسيد. يعني انتست لما بتشفط الاكل تشفطوا على ايه؟ على الدم. الاكل هنا وده بيسودوا. يعني الكربوهيدرات بقى يبقى سكر بقى جلوكوز وامينو اسيد وفاتي اسيد. كله بيروح الدم، كله بيروح الدم. حتى الشورت تشين فاتي اسيد ما عدا اللونج تشين. اللونج تشين بقى بيروح الليمف. عشان يقعد شويه في الليمف كده عبال ما يبقى حيعمل من حاجه اسمها كايلومال. بيروح الليمف. اصل انا ببص مش عارف اخش كل البيزك عشان ايه هنحط بقى السنتين في الدقيقتين ازاي يعني؟ سواء ايه بيروح الليمف هنا كده يا اولاد وبعدين يصب هنا. عشان كده تلاقوا الليمف عكر شويه. يعني مش زي اللبن زي ميه كوبايه ميه عليها نقطه لبن. مش لبن عليه ميه، يعني مش لبن مغشوش، لا ميه مغشوشه. يعني ميه وعليها نقطه لبن هو ده اللي لكن اللف في مجمله نقدر نقول انه عديم الدهون. خلينا بالكم ان اللف من الدم ولا الدم؟ يلا بقى نتكلم على اللف. يعني ايه الامفيديما؟ يعني اكوميليشن اوف لف هنا. هو ده اللي والامفيديما دي بتحصل فين؟ الجلد والصفي كتير ما فيش اشمعنى؟ لان الباتكس بتاعته ضعيفه والفاسكولاريتي ضعيفه فلما بيتسد الليمف بيطلع. امال العضلات؟ لا ما يحصلش فيها امتداد اشمعنى؟ فاسكولار قوي العضلات فاسكولار صح فالشفط فيها عالي جدا فالعضلات ما يحصلش فيها امتداد لكن ممكن يحصل امفيديما في الجلد وصب تيرا ستيشن. فاهمين هذا؟
يعني مرض الاكتديما اكوميليشن اوف ليمف هيد في السبيس ده بيصيب ايه؟ الجلد وصفه التنس ديشن. طب ليه ما بيصيبش العضلات؟ عشان العضلات فيري فاسكولار اصلا. طب ليه ما بيصيبش العظم؟ لان العظم ما فيهوش ليمف اساسا. فلا العظم ولا المخ يتاثر لان العظم والمخ ما فيهمش ليمف. ولا العضلات لان العضلات فاسكولار قوي. بالطرح هو مرض الجلد وصفه التنس ديشن. طب الجلد اللي فيه الامتديمة ده ولا هيبقى شكله ايه؟ تقيل تقيل. برافو عليك، انا مبسوط منك. تقيل وكل شويه يحصل عليه ستريبتوكوكال انفكشن. سيريلايتس ستريبتوكوكال انفكشن. في فيشا سيركل بين الامتديمة والسيريلايتس. سيريلايتس تزود الامتديمة والامتديمة تزود السيريلايتس، لان السيريلايتس بتقفل الليمف فيسل. السيريلايتس لا بتقفل الليمف فيسل فتزود الإديمة، والإديمة العين يهرش، بتاع الإديمة يعور جلده، يقوم يخش الستريبتوكوكال، يقوم تعمل سيريلايتس، بين السيريلايتس والإديمة فيشا سيركل، وصلتها الجلد يبقى تيك، ورينكلد مكشكش، وبيجمنتد، يقولوا عليه إليفانتيزيس التفيل، التفيل، إليفانتيزيس التفيل. يعني الجلد بقى زي جلد الفيل. هو جلد الفيل تخين؟ بنت شويه غامق شويه. عمرك شفت فيل اشقر؟ يعني تيك وبنت ورينكل زي جلد الفيل. فلما شافوا المنظر ده قالوا ايه ده يا ربي؟ التفيل، وراحوا مسمينه ايه؟ إليفانتيز. يعني ايه الامتديمة ده؟ accumulation of limb interstitial space. يصيب في مين اصلا اكتر حاجه؟ سكين وصفتين. الجلد يبقى ماله بقى؟ سيب ورين جلد وبيجمنت. خد اوراق. هو الامفيديما دي بتقع كتير عند العيال. بتقع كتير قوي. يعني كتير قد ايه؟ سنين. بتقع سنين عند العيال. هو اللي بيجي له هارت فيلير بيجي له كده؟ ما ولا وريني القديمة بتاعت هارت فيلير بتبقى فين؟ لا شاور لي، شاور لي فين هنا؟ في الانترستيشال سبيس نفس المكان. اشمعنى؟ هو اللي عنده هارت فيلير ما بيعرفش يشفط الفلويد عند الفينوس ان، فالفلويد بيتجمع هنا. الله، طب ما الليمف يشيل، الليمف ما بيقدرش يشيل كل ده، الحمل زاد عليه قوي فبيطفح. يعني انت عايز تقول يا دكتور ان الكارديا قديمة زي الليمف قديمة؟ بالظبط. هما ليه بيقولوا ان الكارديا قديمة بيتنج والليمف قديمة نون بيتنج؟ مش الواحد هو الليمف قديمة في الاصل في الاول بيتنج، وبعد شويه مع الوقت بيحصل لها اورجانيزيشن وفايبروزيس هتبقى نمبر. تعطي لو واحد عنده هارت فيلير وقعد 10 سنين عنده هارت فيلير وجي از ايه؟ لا مش حاجه، جي از امبوسيبل. في حد يقعد يعيش من غير قلب 10 سنين يا رب؟ هو اللي عنده هارت فيلير ده يتعالج جدا. جميل يا ولد؟ لا. عشان كده مفيش قابليه قديمه بتبقى نمبر. العام ما بيعيش ده كله. لكن الليمك دي ملاها العين يعيش. يقوم بعد شويه القديمه تبقى اورجنايزد فايبروز وتبقى نمبتنج. وحتى القديمه ده يا ولاد لقوا حتت نمبتنج وحتت بيتنج. لا لا لا، كيف ريزون فور؟ ليه حتت بيتنج وحتت نمبتنج؟ القديمه نمبتنج والليمك دي الجديده بيتنج. فساعات يقولوا عليها لفظ ظريف كده، يقول لك هارد بيتنج. هارد بيتنج دي وانت فاهمين يا ولاد؟ لا يعني الامفيديما دي العيال بيقعد بالامفيديما فترات طويله قوي، فبيحصل لها اورجنايزيشن وفايبروزس وتبقى نون بيتنج. بس الامفيديما الجديده بتبقى بيتنج، فتلاقى حته بيتنج وحته ايه؟ نون بيتنج. ساعات يقولوا عليها لفظ كده يقول لك رجل العيال دي هارد بيتنج، يعني حته هارد وحته ايه؟ بيتنج.
المقدمه لازم عشان فاضي يفهم يعني ايه البروتين. اللي جاي بعد كده سهل قوي، بس دي واضحه ولا فاهمين يعني ايه الامفيديما؟ فاهمين يعني ايه ايديما؟ يعني ايه الامفيديما؟ وان الموضوع مش مكتوب مش مخطوط يعني مش بعيد عن الكارديولوجي، هو زي الكارديولوجي وزي الكدني وزي رينا الايديما. الفكره ان الامفيديما بتقعد فترات طويله، فالليمف بيبقى اورجنايز، فبالتالي بيتحول بالوقت من نون بيتنج الى من بيتنج الى ايه؟ نون بيت. واضحه لا؟ لا تشوفوا الجاي بقى انتوا هتجاوبوا على طول. يلا يا وحش قول لي اشهر سبب تعرفه الامفيديما. كده ليه جدع حبيبي؟ هو الفلاريا دي بارازايت ولا بكتيريا؟ اسمه ايه؟ شريرة بنكروب او فلاريا بنكروب. الاثنين بايه؟ الاثنين انو مسكين؟ دول يعني هم في اسمه كمين، ودي طبعا الملاريا مش الملاريا ده ملاريا تاني، يا دي تتسيل بتتسيل بالكيوليكس كيوليكس فايجر. كان بيجيبوا اعلان زمان عن الفلاريا في التلفزيون. هو انا ما اعرفش ليه حمله مكافحه الفلاريا ما عادتش كتير على بال ما الصابه تستوعب. يعني جابوا الاعلان كده مثلا حوالي 15 يوم او حاجه، وبعدين اختفى الاعلان فوق قانون الكيوليكس. كانوا بيجيبوا ايه فلاحين يقعدوا يتكلموا مع بعض، ويقول له رجلي وارمه، يقول له وانا كمان، يقول له دي من البعوضه، يقول له يا سلام البعوضه اللي بتنقل الملاريا، يقول له لا البعوضه اللي بتنقل الملاريا غير البعوضه اللي بتنقل الفلاريا. قلت له يا رب العيال اسمع يا رب العيال. وانت عارف يعني ايه البعوضه ده؟ ايه؟ 10 عايز اعرف اسمك 10 ناموسه. البعوضه ده دلوقتي اللي هي ناموسه، وانت لو شفت ناموسه تعرف دي انوكلوس ولا كيوليكس. تعرف؟ في بعوضه كبيره كده رجليها عامله زي الهليكوبتر، وفي بعوضه مضعضعه كده صغيره، المضعضعه دي كيوليكس، لكن الكبيره اللي هي بتبقى ليها جناحات وبتشوفها كبيره وهي معديه وبطيئه في طيرانها. بطيئه في طيرانها وليها رجلين كبيرة كده، دي كمين انوكلس. في طبعا اللي موجود في البيت الكمين. الميل مش موجود في البيت. ليه؟ الميل بياكل فواكه الغير ما ياكلش دم، اللي ياكل دم الكمين. اختي كانت بتطلب هتطلب منه، بس هي زيك كده يعني. كانت ساعات لما الاقي ناموسه على الحيط كده اروح ابص عليها اقول لها دي فيميل انوفيس. تقول يا سلام ما تلاقيش عرفت نعشه كبيره ما كبيره دي انوفيس. تقول له انت عرفت انها فيميل ازاي؟ اقول لها مش انتيريا بس اقول له ماما ابني مجنون في الغربارة واللي ينقل الفلاريا في جوريك. بس انت قلت بقى اول ما قلت للولد كده قول لي سبب للامتحان راح على طول قايل لي فلاريا. مشهوره قوي قوي، وانت لو دخلت الامتحان لازم هتسير في الفلاريا، لازم لدرجه ان انا اعمل لها صفحه لوحدها فلاريا. ونسوي بقى يا اولاد فلاريا بنكروب. حتى هقول لكم الصفحه بتاعت الفلاريا دي يا اولاد، احفظوا الحاجات اللي بتسوي ده بس. فلاريا بنكروب كيوليكس فايدر فلاريا بنكروبتي. هو اسمها يا شرير يا بنكروبتي او فلاريا بنكروبتي، دي صح ودي صح. المعوضه بتاعتها كيوليكس فايدر. ولا احنا بنتشخص زي الفلاريا بنعمل اختبار اسمه ايه؟ ميد نايت ايه؟ ذا اذر سايد اوف ذا ميد نايت. ميد نايت فيفر. ميد نايت بلاد فيل.
قبل لما كبرنا ولاد كليه الطب وقالوا لنا ان الحاجه اللي فيها لم
تاخد نفس لون الانسجه اللي هي فيها. قلنا ايه مفهوم يعني ولا ايه؟ شكلها البنات بيبقى عندها فايكوز للفتح، وبعدين لو وقفت على رجليها كتير لتحت هو ما البلبس بتاعت الليمف فيسل باطن، حاطط الليمف فيسل زي البين في بلبس، فالبلبس بتاعت الليمف فيسل باطن. طب انا اسالك سؤال، البنات اللي قدامي دي بتقف تعمل البيت وتعمل المطبخ وكده، البنات اللي قدامي دي بتقعد كده الحصان طلع انا تعبانه قوي انا مرهقه قاعد يشرح، وبعدين تروح وماما حاطه لها الاكل تقول انت تعبانه دي حاجه قديمه في الجهاز ده. ايوه برافو عليك، اول ما تتجوز تبدا تقف بقى في المطبخ وتعمل الشقه وتعمل اكل ومن ايه تغرب، فتبص لجوزها تقول له قاعد ملكه وانا بورق. والله يا اولاد هو مالي ذنب. هي سالت مامتها حطيت لها دي خالتي كده او عمتي كده او هي امها كده. دي حاجه فاميليا اسمها ميلورنسيس فاريكوز للفتكس. ساعات البنت دي بقى عندها فاريكوز فين كمان. فتريفير القديمه للفاريكوز فين، فاهمين؟ يعني الفاريكوز فين ممكن يجي مع الفاريكوز للفتكس. يبقى الليلة واحدة الليلة كلها فاريكوز الديلز والليمف والليمفاتكس فاريكوز. طبعا تيجي في السكروتم والاكسترنال في الهيتيريا. تعرفين رد اول مرة كنت اتفرج على القديمة دي وانا في محاضرة الفسيولوجي، كانوا بيدونا في الفسيولوجي حاجة زي فرع كده اسمه الضغط، فكان ما هوش راح يكون لم كان بيدهولنا واحد من الاساتذه بقى ربنا صباحه بالخير كان بيعرفش الحل فظيع. فكان ايه مصور لنا صوره كده واحد السكروتم بتاعته كبيره قوي عنده الامتديمه في السكروتم كبيره كده، فحاططها على العربيه دي وماشي. ايه بقى؟ اصل ساعات الامتديمه دي تبقى كبيره قوي وتوصل لمرحله الديسابيليتي. يعني بصوا الرجل اللي عندكم انا ما اعرفش والله، قلت لهم يدوروا على صورة الراجل بتاع الاسكروتم صار ملوش. الصورة بتاعت الاسكروتم الراجل اللي كانت موجودة في بيتي والله يا ايام واحدة ايه؟ متحف البرع؟ في واحدة في متحف البرع ولاد عندهم. هو دي ما تشوفوا الرجل يا ولاد بتبقى عاملة ازاي؟ ساعات العالي بقى وزنه، ساعات العالي بقى وزنه 120 كيلو. كده رقم دي حاجه ازاي قالوا كل شويه ده دكتور بسم الله ده دكتور انت مش عارف ايه انت الاقي ان المستوى بيتغير هو جينيتال يا اخويا. يعني ايه كونجينيتال؟
يعني ممكن يحصل في الليمف فيسل ابليزيا او هايبوبليزيا او فاريكوز ليمفاتا. يلا دكتوره يعني ايه ابليزيا؟ مش موجوده اصلا. تفتكري العيل اللي عنده ابليزيا للليمفاتيك دي يجي له الامتداد امتى؟ اول ما يتولد جدع. انت ليه مش عايز افكرني العلم ده علمكم؟ اوعى تفتكر انا بهزر معاك وبقول لك فكر واحد. فكر يلا وجاوبني. ايه يعني ما تخلص؟ ايه يعني ما تخلص؟ ايه عادي بنهزر. كويس يا دكتوره صح بتاعت الولاده. والعيل ده يتولد عنده الامفيديما يقولوا عليها الامفيديما كونجينيتا. طب يا دكتوره لو هايبوبليزيا تبان امتى؟ على البيوبرتي كده من عايز يكبر شويه يبدا يديله الامفيديما اما يكبر شويه. يعني ايه هايبوبليزيا؟ يعني ايه هايبوبليزيا؟ يعني الليمف فيسل موجوده بس ضيقه. مش في واحد ممكن يتولد خلقه ضيق؟ ده الليمف فيسل بتاعه ايه؟ ضيق. يعني في ابليزيا هايبوبليزيا فاريكوز ليمفاتكس اللي سائلها دلوقتي. الفالبس بتبقى باظت وفي ستاجنيشن للليمف فتعمل ليمفيديما. اكوايرد زي فيلاريزيس كانسر بريست. يا لهوي كانسر بريست ده علمنا ثلاث اسباب للليمفيديما. يلا كده دكتوره قولي لي ثلاث اسباب للليمفيديما اتعلمتيهم من كانسر بريست. انفلتريشن ليه؟ للليمف فيسل والليمف نود. شاطره. ان الليمف نود اللي في الاكزيلا اتملت سرطان. فالبريست ورم والدراع ورم. هايله يا دكتوره. قولي لي الدراع لما يورم يبقى اسمها ايه؟ دراوني دي ما شاطره. والبريست لما يورم بودران. شاطره دكتوره برافو عليك. طب قولي لي اسباب ثانيه من الكانسر بريست اتعلمناها تعمل امفيديما. اراديشن برافو. اراديشن تعمل امفيديما او ايه تاني؟ سيرجيكال ريموفر. سيرجيكال ريموفر يقولوا عليها حتى افاتيز سيرجيكال. سيرجيكال يعني سيرجيكال انديوز. بسم الله ما شاء الله فيكم ناس ولاد شاطره قوي وفيكم ناس مشجعه اخر حاجه. يعني قصر العين يا بوي. وفي ناس تلاقيها اما تشرح تقول لك ايه؟ اصبر الله عليك. يعني في إيه اولاد ساعات الليمف نوت بتسد في السرطان. فالدراع يورم يعمل براوني ديما والبريست يورم يعمل بودران. وممكن كمان لما اشيل الليمف نوت راديكال ديسكشن. فاهمين؟ طيب وكان الكانسر بريست علمنا الراديشن يعمل ايديما والسيرجيكال ريموفال يعمل ايديما والسرطان نفسه يعمل ايه؟ ايديما. يعني اسباب الليمفيديما كونجينيتال وايه؟ واكوايرد. والكونجينيتال دي قد تكون كونجينيتال او عند البيوبرتي بريكوكس او تارت. تبع شكل الليمف فيسل بيبقى هايبوبليزيا او ابليزيا او باريكوز ليمفاتكس. وان البريكوكس دي اللي عند البيوبرتي بيقولوا عليها الليمفيديما بريكوكس يعني قبل البيوبرتي. اكوايرد ليمفيديما ممكن فيلاريا او سيليولايتس. الله ايه طبعا كتب فيلاريا وشرير يا بنكروفتي وملاي. يا عم بنكروفتي حلو قوي بنكروفتي. لا طيبين. بس انا عايز حاجه ثانيه والله يا رب. يعني ايه سيليولايتس؟ مش قله ثقه. مش قله ثقه. ايه؟ انا عايز بقى تسمعوا ولاد زمايلكم. شوف اول ما قلت يعني سيريلايتس شوف ولاد طول ما انا بتكلم بقول يا عم ممكن يجي له سيريلايتس. والسيريلايتس ده بقى يعمل لمفانجايتس ويسد الليمف فيسل. انت فاهم؟ طيب هو الطالب مش فاهم سيريلايتس ده بس انت لما تقول له سيريلايتس يقول لك اللي هو الحمار. بيسد الاوعيه الليمف ويكا يقوم الليمف يطلع. شوف بقى ايه لما نيجي نتكلم بقى مع الدكاتره. اقول له عارف يعني ايه سيلولايتس؟ اللي هو الحمار يا باشا. شوف بقى تلاقي الطالب بيقول لك كلمه جميله نان سبرتيف. روعه روعه نان سبرتيف. اقول له نان سبرتيف ايه؟ يقول لك سكين. وكانه لازم يصرف لازم يصرف. هو
هو نان سابرت الانفلاميشن في السبكيوتينا ستيشن. طالب قال لي نان سابرت وطالب تاني قال لي سابوا كأن السطر الواحد. كل طالب يحفظ كلمة والباقي ما بيحفظش أصلا. يعني السيريلايتس دي يا ولاد نان سابرت الانفلاميشن في السبكيوتينا ستيشن. سيريلايتس دي يا ولاد نان سابرت الانفلاميشن لما تعمل صليب يبقى ليها اسم تاني أبس. هايبوبليزيا يعني حجمها قليل والعدد قليل اثنين. طب انت عارف يا ولا الانفلاميشن السكين اسمه ايه؟ ارتفل ده مرض تاني زي جرح تاني ده مرض تاني. يعني التهاب الجلد ارتفلس التهاب السبكي تينس فات اسمه سيريلايت والاثنين ستريبتوكوكاي والاثنين ستريبتوكوكاي وكانك لو غلطت في المكان تغير المرض. عم الطالب يقول لك جلد صفيتين استشو يعني كلها امراض ويعدي عليك الباثولوجي عادي وهيعدي عليك الجلديه عادي. ودي اخر فرصه تعرف فيها يعني ايه سيريلايتس وريسيبلس قبل ما تتجوز. الريسيبلس التهاب في الجلد، السيليلايتس التهاب في الصفق اثنين اصفار. هو مين يا ولاد اللي يبقى احمر قوي؟ احمر دم الغزال. السيليلايتس اشمعنى؟ عشان قطره. تعرفين السيليلايتس احمر غامق عشان طويل شويه. مين اللي الايدج بتاعته ويل ديفايند كانها جغرافيا كده؟ السيليلايتس لانه خطر. السيليلايتس ايل ديفايند لانه دي سؤال. هو احنا هناخد الكلام ده؟ في شابتر اسمه انفكشن. وانا بعمل ايه دلوقتي؟ تريم. عارفين ساعه شابتر انفكشن بقى لما اجي اتكلم ممكن تلاقي خمسه طلبه عارفين. والله بعد الاثنين طلبه تلاقي خمسه طلبه عارفين والباقي برضه محافظ على مستواه. لما ناخد شابتر انفكشن المستوى ايه؟ يعلى شويه لغايه ما نلاقي 20 30 طالب اللي بنخش بيهم الامتحانات. اللي هو التراوده اللي بنخش بيهم. والباقي يقول لك ان شاء الله احنا هناخد حبه درجات ونسيب لهم حبه عشان ما في ديمقراطيه. كل واحد فاهم نفسه. بص يا ولاد في سيريلايتس دي بتبقى بشا الصدر. انتوا عارفين في عيانه اولاد بيجيبوا كده في ستيشنز الابتديما. تعرف العيال اللي اداله وساله يقول لك انا من الجيزه. اصل الجيزه والشرقيه انديميكا كالاري. وبعدين يقول لك انا كانت رجلي كل شويه تتشيل. وبعدين بداوا يدوني بنسلم طويل المفعول. عارفين العيال ده لو سيبنا كل شويه رجله تتشيل رجله هتورم وكليته تورم. فكليته بوظ. بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. معروف ان التونسيلايتس تعمل روماتيك هارت. والسكين انفكشن يعمل بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ عشان كده اولاد بيدوله بنسين الطويل المفعول. عيال مين عيال اللي عندها جراحه؟ شفتوا العيال؟ بتاع الامفيديما ده؟ عيال الامفيديما ده لو سالته تلاقيه بياخد بنسين الطويل المفعول كل شهر عشان السيريلايتس. اكتب على السيريلايتس. مهمه قوي وقد وضعها الدكتور اول سبب في الاكواير. لماذا؟ يبدو انها مهمه. قلت بجنبها كده وعيان الامفيديما بياخد بنسلين طويل المفعول. لماذا؟ عشان الاستريبتوكوكال انفكشن. كفي بعد ده كله نسيت في اللجنه. ما تخافش ما حدش يقدر يعلمك. ممكن اراديشن، ممكن سيرجيكال اكسيجن وبستراكشر للليمفاتيك بير. بصوا على ثلاثه واربعه وخمسه اكتبوا عليهم واضحه من الكانسر بريست. ثلاثة وأربعة وخمسة اكتبوا عليهم واضحة من الكانسر بريست. أو مثلا الليمف نود اتحرق. واحد مثلا أولاد اتحرق باطه اتحرق. يعني كان بيرفع ايده بيجيب حاجة من فوق كده جابوا لها وحطها موقف بس بطاطه اتحرقت. ايه حضورة لو لمف نود اتحرقت
هيحصل اديما حلو قوي. طب ولاد اللي عنده الامتديما مش الامتديما سؤال انتو برافو عليك بينفل ولا بيلس؟ بيلس. ما انت يبقى بيلس لو في سيليلايت برافو عليك. ايوه كده هو ده اسمه دكتور الامتديما يعمل بين سوالينج سوالينج بينفل ولا بيلس؟ بيلس. امال امتى يبقى بينفل؟ لما يتهب. ففي لما حجمه يكبر قوي يعمل هيفنس وديسابيليتي. طب والاديما هتبقى بيتنج ولا نون بيتنج؟ اثرت بيتنج ليتر اون نون بيتنج. يعني ممكن سوالينج في الارم او الليج هيفنس او تايتنس في الارم او الليج ريستريكشن اوف ذا رينج اوف موبيليتي. طبعا لو رجله تقيله اولاد قوي مش عارف يحركها. العيال اولاد اللي رجله قد وزنه ده هيتحرك ازاي؟ ما بيتحركش بقى في السرير. انت عارفين بنقطع له رجله، نقطع له رجله عشان يقوم يتحرك، يحط ارتفيشال ليمب ويمشي احسن له من انه يفضل رايق في السرير كده. بنوصل لمرحله في الاخر دي سابيليتي مش عارف يعمل حاجه. ايتينج اور ديسكمفورت في الارم والليج ريكارنت انفكشن. حلوه قوي كده مرزتها مشروبه يا رب عشان محدش يبقى ما بيشربش. يلا لا هقول لكم حاجه كده طلعتنا كويسه قوي. بتوع النساء كانوا بيدرسوا لكم موضوع اسمه بري كلامس. بقول لكم ان البري كلامس دي خطر قوي. ايه بقى؟ برافو عليك عشان بتعمل اكلامس. والاكلامس دي بتموت. موت ليه؟ برافو عليك. واللي بيتشابك بيموت ليه؟ سبيراتوري فيلير وهايبر سيرميا وهايبر تنشن. هايبر تنشن بيموت ازاي؟ انترا كرينيال هيموريج وهارت فيلير. كل مره اروح الهايبر تنشن بيموت كده اولاد واروح وبعدين اجي الاقي زي ما انت محافظ على مستواك اقول له الدكتور هواري يحكم كده. طيب ما بتنش الموت ازاي؟ انترا كرينيال هيموريج وهارت فيلير وكم الهايبر سيرميا والاسبيراتوري فيلير. اما الكبسه دي خطر. كان يعلموكم حاجه كده في فارماسي ان انت توزن العيانه وهي حامل عشان لو لقيت ان اكسبلين انكريز في الشيب يبقى عندها اوكر اديما اللي هي عباره عن سولت اند ووتر بتنش. ويعلموكم حاجه ظريفه كده يقول لك عشان حد رجله تورم لازم يكون محوش على الاقل 2 لتر ميه وملح قبل ما رجله تفضل. فكانوا لكم احنا عايزين نلحقها وهي لسه اوقه. كان ياكدوا قوي على الحكايه دي. يقول لك لازم تقعد تزعق للوليه لو وزنها بيزيد قوي في اول الحمل ولغايه ما تظبط وزنها. بعد ما تظبط وزنها تقدر تستخدم الوقت بقى عشان تكتب اوقه في ايديها. وبعدين احنا بقى كنا ايه نفعل قوي معاهم بقى لما علمونا كده. قلنا لهم كويس قوي هو انا لو قدرت القطها وهي اوقف اعمل ايه؟ بيقول لك خليها تريح في السرير وتبعد عن الفيزيكال والمنتال ريسك. الفيزيكال والمنتال ريسك جامد واديها زي الزباله ولو ما خفتش ترمينيت البريك. تقول له طب لو عملت اديما يقول لك ريست بجد وبعدها عن الفيزيكال والمنتال ريسك ولو ما راحتش ترمينيت البريك. تقول له طب ما هي هي يقول لك يعني ايه يعني ايه؟ يعني انت مش عارف الكلام ده بقول لك يا فندم مش الكلام ده بدرجه؟ يقول لك اه طبعا احفظ. طب منى واضحه ده ولا لا؟ وبعدين انت تنجح في النساء وتجي لي بقى. اه ما اقول لك انت عارف القديمه تبقى اوكا وان العيان ممكن اول حاجه في القديمه انكسبلين ويت بين لغاية 2 لتر مية وملح unexplained wasting. بعد كده ولاد هيحصل إديمة. إديمة بقى بيتنج ولا نون بيتنج؟ بيتنج. وبعدين تبقى إيه؟ بص ولاد العام في الأول يقول لك إيه؟ يقول لك يا دكتور أنا آخر اليوم رجل تورم. آخر اليوم رجل تورم. وبعدين أما أنام وأصحى أصحى كويس. فاهمين ولا لأ؟ لانه طبعا بيبقى نايم على السرير فالدرينج بيتحسن فيصحى كويس.
الصبح يبقى كويس، على بالليل اخر النهار يبقى وردان. بعد شويه يبدا يقول لك يا دكتور انا بالليل بتبقى رجلي ورد، الصبح بتقل ما تخفش تقل. بعد شويه يبدا يقول لك يا دكتور انا رجلي ورم على طول، وساعتها بتبقى نام بنت. تبدا اللي دي بتتحول من بنت الى نام بنت. شويه بقى وجاب ورجله وتعمل حاجه غريبه جدا. تعمل خروم بتخر لم فتح فتح وتبدا تخر لم، تعمل بولي تعمل بولي وتبدا البولي تخر ايه تخر لم. هنا رد ستيجز ولا من الجريز بتاعت الاستدينة استيلا تعرف يا سعيد. يلا يا دكتور قولي لي لو كانت حد عنده انت الآن لاقيله ايه؟ اساعدك عشان ما نعرفش ايه؟ سيلي لايك، برافو عليك. وتحبي تديله لون لاكل ايه؟ من السيرفيس، تمام برافو عليك. ممكن عايز نوصل لمرحله ديسابيليتي. سربرايز 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 ليمفو ساركوما. لو حد فيكم جدع وقرا باب البريست كويس يعرف ان البراوني دي ما ممكن تعمل ليمفو ساركوما، بس ده كان سطر متعرفين مع اكثر السطور اللي فوق او لكن الليمف دي ما ممكن تعمل ليمفو ساركوما. واحنا حلينا عليها سؤال في الاستديو ولا ما حليناهوش؟ حلو، هيروح فين الشمس على حياة الفلاح؟ لكن الابتديم على قلبه ممكن تعمل ليمفو ساركوما رير رير بس فايتنج كده. صراحة ربنا ولاد لما بيجي لنا حد عنده الابتديمة ما حدش بيرضى، يعني في دكتور بيرضى ليه؟ ما عندناش عمليات تعالجهم بصراحه. يعني نتائج الجراحه ذاتي. ف لما عيني يقول لك كده يا دكتور رجلي بتوجع، تقوم انت قايل له ايه؟ الف سلامه. اول حاجه تقول له رجلك بتورم، لا يكون كارديا، لا يكون رينا، لا يكون هايبوبروتينيميا، اعمل لي بروتينات في الدم، اعمل لي دوبلكس على رجلك، فاهمني؟ اعمل لي اي سي جي، خلي بتاع البطنه يشوفك. فلو بتاع البطه رجعه لي تاني كده كلاوين كده وطير. هو القلب من كام في الجسم؟ 3.5 جرام. كل ده شقايا لوحدي، دي قد كتير، كل ده شقايا لوحدي. لما نوصل لليفل كام يحصل ايديما؟ 3.5. البطنه ايه؟ 2.5. برافو عليكم. يحصل ايديما طبعا بتاع البطنه بعد شويه هيرجع لك العيال يقول لك بص قلبه قشطه واوردته قشطه والقلب من قشطه البس. طبعا ايه انت بتقعد تفكر كده اعمله ايه؟ تقول له اقول له ايه اللي تعب؟ ايه اللي تعب؟ يقول لك ما بقفش على رجلي يا دكتور، رجلي بتورم. تقول له ليك ما بقفش على رجلي، انا عايزك ما بقفش على رجلي. يقول لك يا دكتور يعني اعمل ايه؟ لازم اشتغل. تقول له خلاص البس شراب دوائي. يقول لك من امتى لامتى؟ تقول له من ساعه ما تقوم النوم تحط جنب الكوميدي، اول ما تقوم النوم تلبسه لغايه ما تيجي تنام تقلع الشراب. يقول لك طول اليوم؟ قول له اه. ليه؟ مش عاجبك يمشي. لو في فيلارياسيس عليك، لو في ستريبتوكوكال انفكشن عليك، افرض قال لك يا دكتور انا متضايق نفسي احس ان انا اتحسن، نفسي يا دكتور نفسي، اديله دايركت هيتحسن. لا 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 وما لا 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 بعد شوية بتعمل
وما نعمله جراحة انت عارفين انا بحاجة تكب على حاجة اسمها حاجة اسمها نيوماتيك كومبريشن بلد الدكتور دي بتيجي بتعملوها بروفيلاكتيك لانها موجودة في بلاد الفرنج نقول له خلي حالك سافر بره جيب بفتين من دول نيوماتيك كومبريشن بلد يلعبوا لك في رجلك بفتين يعني هو نايم كده يهف النيوماتيك كومبريشن باندج على رجله هي بقى تقعد تتنفخ وتفضي تتنفخ وتفضي زي ما تكون ايه حد بيقبضها عشان رجلك يعني ايه تقبيض؟ مسير ده ايه؟ زي الشربات برافو عليك شربات لما نغسلها ما بتتنزلش على الرجول شربات لما نغسلها نقبصها وبعدين ننشرها على الحق التعديل هنا بتتعامل كل حاجة من الأرض فاليوماتيك كومبريشن باندج ده شبه ايه؟ اتنين بيقبصوا له رجله اتنين بيقبصوا له رجله من الأرض لا أمال امتى هعمل جراحة؟ لو الرجل بقت ضخمة أوي ولا لا وصلنا لمرحلة ايه؟ استبين بص يا رب المنتخبين بقى عاملين حبة عمليات في خيار العمليات كلها فاشلة ايه ده بقى؟ العظمة ودي مصر ودي دي فاشلة وده ايه؟ جلد وصفة تنستيشن مين يخصني؟ جلد وصفة تنستيشن هو العظم بيحصل فيه الامتدامة؟ لا ليه؟ ما فيش ليمت برافو عليك المصر بيحصل فيه الامتدامة؟ ليه؟ بصفر قوي فانا اقول لك طب ما اشيل انا حته من الجلد وصفة تنستيشن واديك فشل بحيث ان الليمف وخير بقى كده الجلد وخير كده الجلد بقى بحيث ان الليمف ينقر كده على العضلات يقوم بقى يتشفط اعتقد ان اللي عمل العمليات دي المطر هو ايه قال لك يلا نعملها ايه مطره هنا كده تنقر تحت الفشل والعضلات بقى تبقى فاتحه بقى دي نظريه فاشله جدا ليه؟ هيحصل فايبرو ايه؟ هيحصل فيبروزيس والحته دي هتقفل هيحصل فيبروزيس الحته دي هتقفل ففي واحد قال طيب ما بودي اللاب بقى يعني في واحد قطع وقفل وفي واحد قطع وقفل صفين يعني في واحد قطع حته من جلد الصف يتنا استشف وقفل صف واحد هو القميص ده ايه صف واحد طب انا ممكن اقطع كده القميص وخياطه كده صفين ففي واحد قطع جلد وصفتين استشف وقفل صف واحد ده اسمه نودوليوس وفي واحد قطع وقفل صفين كده قفل الجلد صفين كده لو انتوا خدتوا بقى مقطع في حاجه مقفله صفين كده راه عامله كده صح شبه هوهوز شبه هوهوز هوهوز ده في الحلويات يقولوا عليه سويس رول ليه بقى؟ لانه رول سويسري فاقول الرول السويسري سويس رول يقولوا عليها سويس رول كيك اوبريشن والله عمليه جميله وبالذات بقى لو في الكلام يقولوا عليها سويس رول كيك اوبريشن واضحة لا ولا لا؟ ايه؟ ولا فرقت في حاجة. هو كان تقفيل عشان يصغر الليمب أكتر. عارفة لما بنلم صفين الليمب يصغر أكتر. فشلت نودوليون وفشلت سويسرول كيف فجي واحد عمل حركة أوسخ من الأولى. قال لك أنت تشيل كل الجلد وصفي في ناس تشوف وتخلي العنب ورجلي مسلوخة. يقول له أنت اتجننت هيموت. يقول لك بعد كده بعمله سكين كلابس. ربي جلد واعمله سليم كلابس طبعا طول العمر ليك وللعيال وهو بيجيله فات امبوليزم ويموت اصلا بس احنا بنعمل واحده منهم
يا نودوليون يا سوسرول كين فيل امبيتيشن. يعني ايه فيل؟ يعني سيفير انفكشن ضربت صديد بقى كلها امبيتيشن اقطع اخلص. فهمتوا ليه ما بنعملهاش الا في الديسابيليتي تحت شعار يا طابت يا اتنين عور؟ اصل هو دلوقتي ما بيتحركش، فالاحسن له اقطع رجله وارتب له ارتفيشال ليمبس. فاهمين؟ افرضوا عملتها ونجحت قشطه نفد وتشيز ايه؟ انا ما شفتش ولا حاله نجحت، كل الحالات سقطت من رد. انما لو سقطت وده اليوجوال واتملى صديد بقى امبيتيشن، امبيتيشن تحت شعار هي يا طابت يا اتنين عور ولازم يركب ارتفيشال ليمب عشان يعرف يتحرك. تمام؟ هو احلى عمليه فيه مجال الامبيتيشن بصراحه. في عملية بيقعدوا يخيطوا الليمف في البيت، يلبسوا ميكروسكوب ويخيطوا الليمف في البيت. فاشلة يا ولاد آخر حاجة. يعني حضرت منها اتنين. كانت بتاخد حوالي 11 ساعة. واحدة من الأسباب الرئيسية اللي بعد نيابتي ما رحتش عند الباسبولر تاني. ما رحتش عندهم تاني خالص بعد النيابة. الاسم بتاعي كان شغال باسبولر وبيدياتريك وجنرال في نفس الاسم. فكان في استاذ من اساتذه الباسكولار كان مهتم قوي بالعمليه دي. فكل يوم يجي ياخدني الساعه 8 الصبح، من 8 الصبح لغايه 2 الظهر بندور على ليمف بس. ونقعد نحيي ميسيلين بلو عشان يعكر الليمف. فاكرين السنتين الليمف نود؟ نحيي ميسيلين بلو عشان يعكر الليمف، لغايه ما الاقي الليمف حاجه هو بيقول ان هي ليمف بس، هو بيقول. وانا قراري ان احنا نطلع بقى عشان ناكل. هو كان بيدخن، فكل شويه يفتح تعقيم ويطلع يدخن وياكل ويشرب ويخش ولا نايم. وبعدين ايه نلبس الميكروسكوب؟ انا ما بعرفش اشتغل بالميكروسكوب اصلا ولا هو. يكفي المطران بالميكروسكوب كده ونقعد نخيط. وبعدين انا ايه الكبره كبيره قوي ومفكره بالميكروسكوب. انا مش فاهم انا ايه اقول الحكايه شد العدس ابص على حب بقى العدس. كنت بقى انا عبت من 8 الصبح ل 8 بالليل وفي الاخر بقطع الرجل بعد عمليتين. قلت له ليه الحقيقه انا مش مهتم بالموضوع ده. الموضوع ده كانت نظام امتدادي. عمليه اولاد فاشله اخر حاجه بصراحه. ومن تلفلاف وبنات مشهوره. شارل ده ولاد عمل عمليه كده اللي هي بتاعت التوتال اكسجين للسكين وصفي الدينا ستيشو ونحط سكين كلاب. طبعا شارل عامل حاجه ثانيه احلى من كده. عامل ايه؟ شارل الانجل. ده عمل قضيب. يعني عامل فيلم حلو فعلا. ايه ثلاث موزه ما لهمش حل؟ لان العمليه دي فاشله. يعني شارل عمل حاجتين، شارل الانجل وعمل عمليه دي فاشله. انما شارل الانجل من احسن انجح الافلام. طبعا لو نسيت اسم العمليه اكتب الفيلم. فانت ما بتفهمش لا في الطب ولا في الافلام ولا في اي حاجه. انت صار تفضل ما بتشوفش حاجه. يلا بقى معي.